انت ما قدرتش تثبت روحك، انت راجل والراجل لازم تقادر مثلا، انت مراه لازم تتقادر يا انطوك مراه، بصح هم سبوا قدامك، هم خسروا قدامك، هم اهانوا الحدود تاع الكبرياء تاعك، تاع الاحترام تاعك، تعدوا عليك، استاذ في المدرسه وسبوه، وسبوا قدامه، اخو استاذ في الجامعه ماشي داخل الجامعه والطلبه هم يقولوا في الكلام الفاحش، واش تقول؟ واش دير؟ واش دير؟ تسكت؟ وانت استاذ جامعي، ومن بعد تدخل داخل المحاضره ومن بعد تشوفهم قدامك اللي كانوا يقولوا في الكلام الفاحش، بنات كانوا يقولوا في الكلام الفاحش، مع انت ما قدرتش تثبت الذات، تولي تحس بالاغتراب، تولي تقول هذا المجتمع ماشي تاعي، هذا مجتمع ماشي مربي، واش ديت؟ تبدا تعاقب روحك، واش هي العقوبات؟ آه بسم الله ما نزيدش نخرج، ما نزيدش تخرج زيد، ما نزيدش نمشي مع المراه، زيد، ما نزيدش نمشي مع ولادي. عزله اجتماعيه سلبيه سيئه. واش صرا لك؟ تبدا تنغلق انت. يبدا ينقال، تولي تحس بالاغتراب، انت ماشي المجتمع تاعك، تولي تعمم الظاهره، تولي تشوف كل السلبي، هذا المجتمع ماشي مربي، هذا المجتمع ماشي متخلف.